من 200 شاب وشابة وأكثر من 50 صباغا في عملية إعادة صباغة شعار المملكة المتواجد بجبل أكادير أفلا المطل على مدينة أكادير. أكثر من 200 شاب وشاب وحوالي 50 صباغا تجندوا لعملية إعادة صباغة شعار المملكة الله الوطن الملك المتواجد بأكادير أفلا في بادرة لها بعدان، بعد وطني وبعد بيئي. سمعنا بهاد لاكتيفيتي تاع جمعية أكادير موند وجينا باش نلبيو نداء صباغة هذا شعار الله الوطن الملك. كتوحي إلى أي واحد يهتم بالمجال البيئي ويساهم في المحيط ديال مدينتنا أكادير. بدات نسكر مرحلة الصباغة، نفرح سويدا المبادرة تحلى. عملية صباغة الشعار توزعت إلى مرحلتين، الأولى بدأت بإزالة النباتات المتواجدة وسط عبارات الشعار، والثانية صباغة هذه العبارات الخالدة. والشيء الجميل، الشيء الجميل في هذه العملية هو أنه الشباب ديال هذه المدينة ملي كيشارك عمل تطوعي، أنه هذا العمل تطوعي محبة منهم، لأن هذا وطنهم، هذا ملكهم، يعني كيعبروا من خلاله على المحبة ديالهم للوطن ديالهم، وكيعبروا بكل حماسة وبكل ثقة وبكل افتخار. الفكرة تكمن في إضفاء واحد الجمالية على مدينة أكادير بصباغة شعار الله الوطن الملك. كما تعلمون بأن هذا الشعار هو شعار وطني وهو شعار مقدس لدى كل المغاربة. العملية مرت في أجواء حماسية تطوعية أطرتها جمعية من المدينة ومحيطها، ونفذها شباب متشبع بحب الوطن، فكانت لهذه المبادرة قيمتها الإنسانية والوطنية النبيلة.